السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، كل اسبوع وانتم طيبين. النهارده اخر حلقه من حلقات ابو بكر الصديق. احنا بقالنا حلقتين بنتكلم عن حياه ابو بكر الصديق، عملنا اكتر من اسقاط. كان اول حلقه كانت الاسقاط بتاعنا، كنا بنتكلم عن السفر، والحلقه الثانيه بنتكلم عن الصلاه. الحلقه النهارده هنتكلم عن حروب الرده. ده لو اول بودكاست تشوفوه النهارده، ففي حلقتين تانيين ممكن تقدروا تتابعوهم موجودين على القناة عندنا. المواعيد بتاعتنا بينزل كل يوم سبت الساعة 9 بتوقيت مصر. ازاي حضرتك يا طنط، عاملة ايه؟ كل اسبوع وانت طيبة حبيبتي. وحضرتك طيبة. احنا اجلنا سؤال وان شاء الله هنرد عليه في اخر الحلقة، فتابعوا معانا. اول حاجة هنتكلم عنها المبايعة. المبايعة اللي كانت ما بين ابو بكر الصديق والمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الاختيار أول خليفة من الخلفاء الراشدين وهو أبو بكر الصديق. ممكن بالنسبة لناس كتير ديت حاجة غريبة، وبالنسبة للي قرأ سيرة أبو بكر الصديق ممكن تبقى حاجة بديهية، لأن هو كان أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من عمر، يعني هو كان أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن هو كان صديقه قبل الإسلام وبعد الإسلام. ولما اتسأل من أحب الناس إليك، فقال عائشة، مين كمان؟ قال أبوها، وهو أبو بكر الصديق، وبعد كده قال عمر، وزي ما أنتوا عارفين. طيب إيه أول قرار يا طنط أبو بكر الصديق أخده لما مسك الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بداية أنا بس عايزة أتكلم على النقطة بتاعت إن سيدنا أبو بكر كان بقى خليفة، الخليفة الأول، أول الخلفاء الراشدين للرسول عليه الصلاة والسلام. ده ما كانش حصل عليه أصلا نزاع ليه، لأن الناس كانوا شايفين العلاقة اللي ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، يعني ما كانش حد يتطلع إلى درجة العلاقة اللي ما بين سيدنا أبو بكر وسيدنا رسول الله. حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان عارف ان هو نمره اتنين مش نمره واحد، ان موقعه، موقع سيدنا ابو بكر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش موقع سهل، كان موقع كبير، لان هو زي ما قلنا كان بيصدقه، مجرد انه يتكلم كان بيصدق. نمره اتنين لانه كان، وزي ما قلنا قبل كده في الحلقات السابقه، ان سيدنا ابو بكر كان مجهد ومهيأ، لان هناك رسول ونبي جاي السلام. عليه الصلاه والسلام قريب، فكان يعني يا دوب عارف كانه بيستناه، كان قاعد يستناه. فمجرد انه عارف انه صديقه وصديق الشباب وكده معاه هو الرسول، لقى نفسه انه منجذب للفكره وفرحان بيها جدا، ما قالش اشمعنى انا. فعارف ان لما يبقى انسان قدامك مآمن جدا ومصدق جدا ومؤاخي، كل ده كان يؤهله لانه يبقى الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما كانش حتى في منازع، ما كانش حد فيه يقول حتى ليه. مع قوة سيدنا أبو بكر، وهنتكلم عن سيدنا أبو بكر بقى إن شاء الله في حلقات قادمة، لكن اللي احنا بنقوله إن هيك رغم قصدك عمر كل، بن الخطاب؟ سوري، عمر بن الخطاب، أنا آسفة، سيدنا أبو بكر كان له مكانة ما حدش ينفع ينازع عليها، من الصحابة، من كل اللي حواليهم، ما كانش في حد ينفع ينازع عليها. أما سؤالك ايه اول قرار اخده، هو بمجرد ان الرسول عليه الصلاه والسلام توفى والناس اللي كان ايمانهم ضعيف ظهروا، فبدا يصل الى سيدنا ابو بكر معلومات عن بعض الناس اللي ارتدوا، والارتداد كان باشكال، في يعني فريقين اساسيين وفي شويه حاجات كده حصلت، إن بعض الناس مش ارتدوا بالكامل، قالوا لا احنا اوكي بس على اسلامنا وكل حاجة، ولكن فريضة الزكاة احنا عايزين يعني ايه نلغيها دي شوية، لانها ايه نطلع من فلوسنا وتعبنا وجهدنا، يعني دي فلوسنا، فعايزين يعني دي لا، لكن ما ارتدوش عن الاسلام ككل. بينما في ناس تانيين كان ايمانهم اكثر ضعف ورفضوا فكرة الإسلام إطلاقا، وقالوا لا لا خلاص بقى، اللي كان بيدعوا له سيدنا، يعني كنا بقى سيدنا محمد كان بيقول لنا وكنا راجل بنحبه وراجل طيب وكل حاجة، دلوقتي بقى مين بقى، أي حد هيجي، أي حد كده يتكلم بعديه، لا خلاص نرجع بقى نعم أصلي وخلاص. ويبقى كان الكلام ده كله كان من كلام فارغ. الأسوأ بقى من الاتنين دول إن في ناس بدأوا هم كمان
يدعوا النبوة، ودي كانت مأساة. لأن لو كان سيدنا أبو بكر ما تصدش للموقف بالقوة المطلوبة كان زمان الإسلام ضاع. فسبحان الله سيدنا أبو بكر قدر يعني يتصدى للموقف ده بكل قوة وبكل حزم. حد هيجي يتكلم ويقول لحضرتك هو شخصيته ما تدلش ان هو اول حاجه فيها حرب، لان هو اصلا لين القلب زي ما احنا كنا اتكلمنا عن صفاته في الحلقات اللي فاتت، فرأي حضرتك ايه في النقطه دي؟ أنا رأيي حاجة، حاضر هقول حاجة بسيطة جدا ومثال يطبق. لو أب لأسرة والأب ده راجل طيب ومسالم وبيحب الناس وبيحب يخدم الناس ويساعد الناس ويعني كويس جدا وراجل طيب جدا، ولكن فجأة اتلقى في حد داخل يعتدي على أولاده، يضربهم يأذيهم حاجة كده، الراجل ده هيعمل إيه؟ هيطلع كل مصادر القوة اللي عنده، هنا اللين والأدب والأخلاق هيقفوا، وهيبقى المواجهة للدفاع. ما هوش وقت إن أنا أقنع إيه؟ أنا ما عنديش وقت أقنع، الإسلام هيضيع مني. فلما لقيت الفئات اللي اتكلمنا عنها دول فجأة كده اتفتحوا مرة واحدة 3 بوابات، ناس تقول الزكاة لأ، وناس تقول الإسلام كله لأ، وناس تقول ده إحنا كمان أنبياء، ما كانش ينفع الصبر على كلام زي ده او حتى التفاهم والمناقشه، ما ينفعش. هنا كان لازم في قوه وحزم، لان لو ما كانش التصدى بالمنظر ده وبالقوه ده بالقوه دي كان الاسلام ضاع، وما كناش احنا دي النهارده بنستمتع بان احنا ما زلنا الحمد لله مسلمين. مسلمين ف ما فيش اختيارين، هو اختيار واحد، قوة. هنا طيب القوة مش عشان هي من طبيعته، لكن هي دي الضرورة. طيب لو عايزين نعمل زي إسقاط في النقطة ديت، الإسقاط بتاعنا إن إحنا لما طول ما في فرصة التفاوض نتفاوض، طول ما عندنا الأمر مش خطير لدرجة إن نخسر كل حاجة، نخسر ديننا، نخسر أموالنا، نخسر قيمنا، نخسر قضيتنا ولا احنا مؤمنين ان احنا على الحق، يبقى لو عندي وقت اتفاوض اتفاوض. لكن ساعات لا، الامر يبقى بيبقى الحزم بقى كبير مطلوب. والحزم السريع كمان قوي، حزم قوي وسريع، والضربات تبقى متلاحقة بحيث ان اللي قدامي ما عندوش حل غير انه يتراجع عن اللي هو فيه. وده تقريبا بالظبط اللي حصل واللي قدر يعمله سيدنا ابو بكر. الموضوع دوت بيفكرني بحاجة كنا اتكلمنا فيها قبل الحلقة، يعني ان مثلا لو انا قاعدة وتلاقيت حد مش مسلم، انا عارفة ان هو كافر يعني بيعمل حاجات غلط، لبس واحدة مثلا لبسها كذا وكده، هو خلاص انا عارفة ان ديت مش على ملتي، في حين ان انا جالي واحدة تانية مسلمة ولبسها مش احسن حاجة، تعاملها مع الناس مش احسن حاجة، هنا هو بقى اللبس والحاجات دي كلها مش حرية شخصية، لانك انت كده هوت بتضري، يعني من غير ما الواحد ما يحس، انت كده بتضري اهل المجتمع او بتضري اهل بيتي. بنتي ممكن لو شافتك ممكن تقتدي بيكي، هي مسلمه وبتلبس ما فيش وحلوه وما فيش حد قال لها حاجه، في حين ان الكافر دوت تمام احنا كلنا عارفين ان هو مش على ملتنا، ف مش هيبقى في ناس كتير مقتدين بيه. اما لو واحده مسلمه فسهل ان كل واحد يقلدها او كل واحد ياخد منها، ف متفقة معاك جدا، والمثال فالنقطة اللي دي انت محتاجة قلتيه حزم. يعني فعلا المثال اللي انت قلتيه ده مثال جيد جدا، لانه بيوضح امتى احنا لازم نتحرك وامتى يعني نسيب الناس على راحتها. هو في جميع الاحوال احنا نهدي، يعني احنا لا تهدي من احببت، ولكن والله الله يهدي من لا. يشاء. لكن احنا بندعو، يعني الدعوة يعني أيوه نقعد، ده هيضرنا هيضر المسلمين، انت كمسلمة هتبقي يعني علامة مش كويسة للمسلمين، حاولي ان انت تظبطي شوية على قد ما تقدري، لان يعني ناس كتير هتتأثر بيكي، هتشيلي ذنوب الناس اللي هيبصوا عليكي، هتشيلي ذنوب الناس اللي هتقلدك. فالكلام ده كله نقوله لها بالرأفة والود، لان في مساحة وقت. سمعت قبل كده الشيخ بيقول هو ربنا يعني بينزل الحرام والحلال، كل واحد ليه قدرة إيمان،
ايمانه قوي، ايمانه ضعيف، ايمانه مش عارف ايه كده، كل واحد على قد ايمانه بيطبق الحكم ده. هو في آيات كتير قوي في القرآن بتقول يهدي من يشاء يضل من من يشاء، يشاء، ده صح. هو على ما يشاء قدير بس يعني. احنا بنتكلم على حاجة عامة، واحد اجنبي يعني اسلم، وكانت اول عمرة ليه، كان اول مرة يحتك بالمسلمين، فشاف تعاملات بعض الناس مش حلو، فبيقول لو انا كنت شفتهم ما اسلم ما كنتش اسلمت. طبعا الكلام ده لا فبنتكلم ينطبق بصفة على كل عامة. المسلمين، لا بس يعني برضه عايزين نقول ان ده ما ينطبقش على كل المسلمين، اكيد. هو ينطبق على بعض من للاسف اللي هم مش متحفظين ومش بيحافظوا على صورة الاسلام في تعاملاتهم. لكن احنا يعني الواحد بيحزن جدا لما يقول ان احنا اخلاقنا مش لا تتطابق مع اسلامنا. لكن مش كلنا، يعني الواحد بيلاقي ناس كتير إلا من رحم ربك. بتتقي الله والله، وبتنفذ وبتخاف من الحرام جدا جدا، ويقلق ويعني فعلا لو قرش حرام او اكله مش عارف مصدر فلوس، جبته يا ولد جبت الاكل ده منين؟ جبت منين؟ يعني ازاي انت جايب لنا اكل؟ جبته منين يا حبيبي؟ معكش فلوس، جبته ازاي؟ والاب يدقق في هذه الامور، البنت لابسه كده ليه؟ رحتي فين؟ جيتي منين؟ يعني موجودين الحمد لله، بس للاسف احنا عندنا عوامل كتيره جدا بتؤثر على قوه الاسلام وقوه الالتزام بالاسلام. وبعدين للاسف برضو انه بعض الناس قدموا الاسلام على انه وكان الملتزمين ناس متخلفين، يعني قوة ما بين المظاهر الاسلاميه بالتخلف، ودي بتيجي في اعمال دراميه واعمال فكاهيه وأعمال، يعني للاسف الشديد وللاسف برضو ان الاعلام داخل كل البيوت. طيب سؤال مهم، لو انا عندي طفل ازاي اعمل له وقاية بقى من الحاجات دي كلها؟ اصل الدنيا فيها صحة، فيها الحلو وفيها الوحش. اقول لك اول حاجه ان الام والاب يكونوا قدوه، اول حاجه، وكمان اللي حواليهم، يعني مثلا اصحاب الاسره دي لازم يكونوا الناس ملتزمه، الاهل اللي حوالينا اللي هم العيله الكبيره اللي هي اهل الام واهل الاب، اللي هو الجدود هنا والجدود هنا، الخلان والخالات والخلان والعمام والعمات، يكونوا كلهم بيشتغلوا على نسيج واحد، فالابن مش بيشعر انه ده مجتمعي، ده العالم اللي انا عايش فيه، لما يخرج وبيلاقي حاجه مختلفه بينبذها وبيحسس ان لا ايه ده بتعملوا كده ليه، احنا عندنا مش كده، ويبدا يعرف يصنف نفسه انه من الصالحين، احنا ناس صالحين، احنا ناس متدينين، احنا ناس الكلام اللي هم يعملوه هم مفرطين في دينهم، احنا لا احنا ملتزمين. وعشان كده بص كلمه ايه ملتزم، يعني ايه ملتزم؟ يعني بتبع تعاليم الاسلام ملتزم بيها، انا لازم نفسي بيها، شوف كلمة لازم يعني حاجة أنا بعملها لازم كأنها ضرورية، ما أقدرش يجي الصلاة وما أصليش، ما أقدرش أخرج بلبس مش شرعي، أو حتى يعني مش ما أقدرش أشرب سجاير أو أروح أو ألبس لبس أو أشرب خمرة أو أروح أماكن فيها رقص يعني عارفة إزاي؟ كلمة ملتزم الأهل تدريجيا يوصلوها لأولادهم، والأهم هم قدوة، يعني زي ما بيقولوا ما تقولش لابنك صح وغلط، اعمل انت الصح والغلط وهو هيطلع عليه. ولو هتشوفي اي حد تقابليه وتلاقيه ملتزم، دوري على اهله هتلاقيه كانوا من الملتزمين ضروري اللي ربوه على الاقل. طب هتقولي لا والله انا شفت حد ملتزم وابوه مش ملتزم، هقول لك هيبقى مامته ملتزمه، هيبقى جده ملتزم، هيبقى خاله عمه، يعني اكيد في حد أخذوا قدوة. أخدوا قدوة. برافو عليك، عشان كده دايما بنقول حتى في التوعية التربوية يا ريت الأم والأب دايما يختاروا لأولادهم نماذج اللي هي بيسموه المثل الأعلى، عارفة كلمة إيه؟ أنا مثل الأعلى، مثلا تيتشر بتاعي مثلا أو خاله أو مثلا صديق بابا، يعني أيا كان. والبنوتة برضو أنا حابة إن أنا أكون زي ماما، حابة أكون زي خالته وهكذا. فكل ما بيبقى فيه نماذج طيبة في المحيط العائلي أو محيط العلاقات القريبة من الأطفال بيبقى الدعم أقوى، بيبقى بيدوم الأساس حصانة وقوة. حصانة وقوة، وإحنا على الحق وإحنا الصح، وإحنا في ناس بيعملوا كذا إحنا نرجع بيهم ربنا يصلح حالهم، ده لهم بالهداية.
ولما نقول ندعي لهم بالهدايه وكاننا بنقول لاولادنا ان دول مش على الهدايه، اللي بيحصل ده ده معناه ان هم مش على الهدايه. ده يعني ربنا يرضى عنهم كده وينور بصيرتهم. الالفاظ دي لما بتتقال قدام الطفل يجي له مشاعر تقوي عنده احساس احنا ما ينفعش نعمل زيهم. ما ينفعش نعمل ده تصرفاتهم، هما ناس كويسة بس تصرفاتهم مش صح. نرجعوا بيهم. احنا نعملهم بالطيب لكن ما نقلدهمش ولا نقرب لهم كتير، لان لو كنت ما نقرب لهم هنتعدى منهم. نتعدى سلوكيا، العدوى مش بس امراض، عدوى سلوكيه. صح. ف وسبحان الله أي حد بيعمل حاجة غلط بيجي في الآخر ربنا بيهديه للفطرة، يعني البني آدم مهما قعد يلف وشاف كل متع الدنيا وي 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 في الآخر بيرجع لفطرته. احنا اتكلمنا عن أنواع الردة، وقلنا إن في 3 أنواع. طيب أبو بكر الصديق قسم الجيش إزاي؟ هو طبعا فوجئ بان الرده دي حصلت في اكتر من مكان واكتر من موقع، حاول اذكر اسمائهم، لكن علشان يواجه الاماكن دي كلها وكان في وقت واحد بقدر امكانه، فعمل حوالي 11 لواء، لواء جيش. قسم الجيش الى 11 لواء جيش، يعني عشان يحاربوا. القيادات اللي اختارها ما كانتش اي كلام، كانت قيادات قوية، وعلى رأسهم سيدنا خالد بن الوليد، وما أدراكم ما خالد بن الوليد يعني. اتكلمنا عنه في حلقة، طبعا فارجعوا شوفوا الحلقة كانت من الحلقات الجميلة. جميلة اتفضلي. جدا. كمان كان في عكرمة بن أبي جهل، وكان شرحبيل بن حسنة، وكان في المهاجر بن أبي أمية، وعمر بن العاص، وخالد بن سعد بن أبي الوقاص، وحذيفة بن محصن، جمة ابن هرشمة، وطريفة ابن حاجز، وسويد ابن مقرن، والعلاء ابن الحضرمي. دول 11 واحد. 11 واحد دول تم اختيارهم بدقة وبقوة، ولمهارتهم وقوة شخصيتهم وقدرتهم على التخطيط الجيد. يعني لما الفرقة دي بتطلع لأماكن بتواجه بقى الموقف، فالموقف ما تقدرش تتوقعيه من دلوقتي. امال تقدر تعمل ايه؟ تختاري شخص بيعرف يتصرف في الموقف بذكاء لأن أيام زمان ما كانش فيه ولا نت ولا كان فيه أي ولا حاجة تواصل. خالص، لكن لازم تجهزي القائد بتاعك او تختاري القائد بتاعك على اسس انت شايفاها فيهم. يبقى عنده حسن تصرف. فالقيادات دول تم اختيارهم بدقة شديدة لانهم رايحين يواجهوا موضوعات كبيرة. ولو ان احنا مش هيبقى عندنا وقت كتير قوي نقول قصة كل مكان، الحقيقة في كل مكان قصة، وبعض القصص يعني لو قدرت اقولها هقولها. طيب احنا ممكن نسيب المصادر والقصص دي تحت في الديسكريبشن بحيث ان اي حد عايز يا ريت. يشوفها او كده. هو حققوا انتصارات كبيرة، وكان اي مكان سيدنا خالد بن الوليد ما بيدخلش مكان اللي ما ينتصر فيه بسم الله ما شاء ان الله. شاء الله. ولكن لو في حد من القيادات دول حصل له هزيمة، كان على طول يجي أمر لسيدنا خالد بن الوليد يلحقه. فبينزل جري سيدنا خالد بن الوليد يروح المكان ده ويدخل وينتصر. عايزين نقول إن احنا برضو بنادين بالفضل لسيدنا خالد بن الوليد لشجاعته ومهارته في الحروب. في الحروب جدا جدا، وعنده كمان قدرة على وضع خطط حربية سليمة زي ما بيقولوا، فيها ذكاء، ازاي يدرس الموقف وازاي يغطي نقاط الضعف اللي عنده وازاي ينتهز نقاط الضعف اللي عند العدو. وطبعا ماهر جدا في قيادة الجيوش الجيش. وكده. كان في كمان واحدة ست يعني حابة اذكرها دي بالذات، تفضل. هي تحت النبوة، هو في 3 بتوع النبوة، هي واحدة منهم وانا بذكرها انها ست. كان اسمها سجاع بنت الحارث، وقومها بني تغلب من الجزيرة. وفعلا في ناس صدقوها لغاية لما جاء زعيم برضو من الزعماء اللي كانوا برضو مرتدين اسمه مالك بن نويرة، وحاول ان هو يعمل معاه اتفاقية، قال لها تعالي يعني للمكان بتاعه وهتجوزك 3 ايام وهديكي فلوس كتير ترجعي بقى لبلدك، بحيث ان انت ناسك وناسي يكونوا قوة عشان ايه يقدروا يردوا على المسلمين. المسلمين اللي جايين يحاربوهم. فلما راحت له فعلا واتجوزته 3 ايام واداها فلوس وقال لها همكنك وهديلك في حاجه، وفعلا اداها وراحت ترجع لاهلها.
الناس اللي كانوا بدأوا يصدقوها على إنها نبية هي كمان قالوا لها إيه ده اللي أنت بتعمليه ده؟ لا أنت ولا نبية ولا حاجة بقى. فأنا زي... دي كانت قصة طريفة يعني، ايوه الحقيقة كانت قصة طريفة جدا، إن يعني كان الموضوع وصل لموضوع تهريج. فلما تقولوا بقى كان ليه القرار، الحروب اللي أخذ القرار ده سيدنا أبو بكر، كان لازم عشان كان في تهريج هيبدأ يحصل، مش هينفع يعمل يعني يسيب الامر ده. انا حبيت اذكر القصه دي بالذات، وفي قصص كتير طبعا، جميلة. لكن لكن الحقيقه القصه دي تقول ان قد ايه كان لازم مواجهه الحاسمه يعني الحاسمه والحازمه بحزم شديد وحزم، بحيث ان الحمد لله سيدنا ابو بكر قدر يسيطر على فكره الارتداد نفسها. سمعت شيخ يعني كان بيقول، هنزل لكم برضه الفيديو، كان بيتكلم عن حبيب بن ردة، بيقول ان ابو بكر الصديق سلم عمر بن الخطاب البلد، ما يعني بيت المال المسلمين ما كانش فيه غير درهم من كتر الحروب دخلوا فيها طبعا وكده. هو مسك الخلافة سنتين وحوالي 3 شهور، ما عملش فتوحات كتيرة، لأن كان معظم الوقت كان الأول بيرجع المسلمين للحروب دي. للمسلمين. فعمل فتوحات بسيطة يعني، فتح أرض الفرس بقيادة خالد بن الوليد، وعمل معركة اليرموك، وفيها كان يزيد ابن عرسة. أبي سليمان وشرحبيل بن الحسنة، يعني يزيد بن سليمان في دمشق، وشرحبيل بن أبي الحسنة في حمص، وعمرو بن الخطاب، سوري، عمرو بن العاص في فلسطين. الثلاثة دول عملوا فتوحات، وكان برضو خالد بن الوليد فتح في العراق نجد، يعني عمل فتوحات، ولكن ما تعتبرش فتوحات كبيرة بالنسبة للفتوحات اللي جت بعد كده، لأن هو كان وقته قليل. هو كل اللي عاشه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث سنتين، سنين أو يعني سنتين. بيقولوا 2 و3 شهور، يعني ده أحد المقالات. يعني خلي بالك أيوة. إن في هذا الأمر نزلت أقاويل كتيرة، فيعني اتقال منها إن هم 2 و3 شهور. فما كانش عنده وقت كتير، لأن الوقت معظم الوقت كان في حروب الردة. طيب كان في سؤال فكنا عايزين نجاوب عليه إحنا جاوبنا عليه وإحنا بنتكلم على فكرة. بجد؟ إن طب نقول طبعًا. السؤال ونقول الجواب كده طب باختصار قولي عشان السؤال وانا هقول الجواب. عشان الناس ممكن تكون ما خدتش بالها. طيب هو السؤال هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ابو بكر الصديق ما اختارش عمر بن الخطاب، رغم كلنا شايفين ان عمر بن الخطاب اقوى واحسن للدور ده؟ لأن هما الاثنين آمنوا بالإسلام إيمان حقيقي وإيمان قوي، ومفيش يعني كلام في قوة الإيمان واقتناعهم بالإسلام، ودخلوا بقوة. لكن سيدنا أبو بكر كان بيبحث عن الله، وكان مشتاق أن يوصل لديانة تحسسه بالله، يعني بقوة ربنا سبحانه، تقنعه قلبه زي ما بيقولوا. فهو من صغره هو بيدور على الحكايه دي، وكان مهتم زي ما قلنا قبل كده في الحلقات السابقه. فلما الرسول عليه الصلاه والسلام نزلت عليه الوحي، نزل عليه الوحي وبلغ سيدنا ابو بكر كصديق، يعني ليه؟ كان صديق وصديق، صدقه على طول، لانه احنا قلنا ان هو كان مهيأ لاستقبال دين، وكان عارف انه هيبقى من قومه او من قوم الناس اللي هم اهل الكتاب، كان هيطلع الرسول من اهل من المنطقتين دول او من المكانين دول. فلما طلع بقى من اهله طبعا اتبسط سيدنا محمد، هو صديقه ومعرفته، وهم عايشين مع بعض في مكه، وكمان ميولهم كانت متقاربه. لو تاخدي بالك الاثنين كانوا بيحبوش يشربوا الخمره تلقائي كده من نفسهم، لان تزي بالعقل، ليه اذي بعقلي بالعقل كده؟ ليه يخليني اعمل في نفسي كده؟ ايه الشكل اللي اكون فيه؟ الحاجة التانية الأوثان، إزاي أعبد وأركع لحجارة؟ فكان المنطق هنا محور تفكيرهم. اجتمعوا كمان إن عرفوا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يحضر الأفراح عشان بيبقى فيها معازف وكده، فبيحس إن ده لهو، يعني كأنه بيشغل قلبه. يعني ما كانش لسه نزل عليه الوحي، لكن هو كده بالفطرة ما كانش بيميل، لدرجة إنه في مرة حتى قرر إنه يحضر عرس، نعم. لا نام، سبحان الله، سبحان الله. ربنا قال له أنت مطهر، ما تنفعش يبقى كده. فسبحان الله كان يلتقوا فيه الصفات دي،
والميول دي حتى لو ما كانش انها يعني اوامر من ربنا سبحانه وتعالى او بناء عن تعليمات اسلاميه، لكن هي بالفطره كده. فاهمه قصدي؟ طنط لسه 3 دقايق ويفصل. تمام اتفضل، انا بس بقول لك يعني. اه تمام. ماشي. فطبعا كان كمان وقفه سيدنا ابو بكر جنب الرسول في جميع الغزوات كانت وقفته ما شافش زيها اصلا، فما كانش امن على الاسلام اكتر من سيدنا ابو بكر واكيد رغم كل الخوف. اتعلم منه في الغزوات دي كلها. هو كان صاحبه، كان يعني كان على طول معاه، فاكتر واحد اخذ منه، اكتر واحد سنده، اكتر واحد صدقه، هيبقى مين خليفه اكتر منه؟ صح. فده كان منطقي. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب ما موجود، زي ما كنت بتسندني سنده، وده فعلا اللي حصل. شكرا لحضرتك، واتمنى السؤال يكون يعني الاجابه تكون شافيه وافيه. وطبعا احنا مستنيين اسئلتكم، ولو تلاقينا الاسئله كتير مثلا اكتر من 5 اسئله، احنا ممكن الحلقه اللي بعد دي ان شاء الله نعملها كلها اسئله، ونتمنى ان احنا ان ده يحصل يعني. وطبعا اي كومنتات بتقولوها او كده طبعا احنا بننزلها عندنا على الصفحه. طبعا كل الحاجات دي كلها تلاقوها في الديسكريبشن. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. حابه تضيفي حاجه؟ لا أبدا، أنا بضيف بدعي للناس كلها إن ربنا يكرمنا يا رب ويجملنا بالإسلام. اللهم آمين يا رب. ماشي، أشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة. السلام عليكم.